طفل من أطفال 57 357 يخطف الأضواء من مشاهير المهرجان على السجادة الحمراء. كل المواقع مصرية عربية نشرت أخبار ميكي وصوره. اتحقق حلمه، بس ده عشان يطلع كده طلع عيني أنا. ده ما جاش بالسهل. ميكي هيسافر يمثل كل أطفال مصر والوطن العربي المصابين بالسرطان، فكان أول قرار هو إن أخده يحلق علشان يكون شبههم. ميكي ده كان شعره كده، أنا ما كنتش مصدقة إنه فعلا عايز يحلقه عشان يبقى شبه زمايله. لا لا، ما أعتقدش إنه يقدر يعمل كده. شعرك اللي أنت مطوله ده مش لايق على الدور اللي إحنا طالبينك فيه، نعمل فيه إيه؟ نحلقه. يلا وريني شطارتك. مبسوط من الحلاقه؟ ها؟ حلو الحلاقه كتير؟ لا بالعكس شكله حلو. حلو قوي. شاطر يا مالك. قمر 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 والله قمر.